إن واجب تيارات الفكر والسياسة في بلادنا الالتزام بتوظيف التعددية والاختلاف وسلمية التنافس على السلطة وسلمية التداول لهذه السلطة مع إعلان التحريم والتجريم لكل ألوان العنف والإكراه لتحقيق الأفكار والمطالب والسياسات. جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري دون أي إقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل أي إشكالات أو خلافات، فالحوار هو السبيل إلى التعارف والتعايش والتعاون على إنهاض هذا الوطن ليحقق طموحات سائر المواطنين.